شمس وانا روى حكيت على حاجة هي الخلاف مع النهضة مش مع الجمهور. لكن مادام هو توا شاري شبوك كيفاش نعطيه مصروف؟ كيفاش نعطيه مصروف؟ بالنسبة للحكاية المتعلقة بالحاصل الانتخابي والمسألة المتعلقة بأنه فما أصوات إذا ما تجيبش 3% باش تمشي لأحزاب أخرى من ذلك. نحن في الكتلة الديمقراطية قدمنا مقترح واضح جدا اللي هو ما فما حتى صوت يضيع. اش معناها؟ معناها اللي يكمل 3% من المرة الأولى يقع اختيار يختار أنه الأصوات نتاعو إذا ما يجيبش 3% يمنحها القائمة الفلانية. ثم أباريمون يقع تشابك ما بين القائمات. مثلا أنا نقول اللي جبهة شعبية جبنا أصوات أقل من 3% نعطيهم الحزم الأحزاب. أيوه نعطيهم المسار، نعطيهم أي حزم الأحزاب. بمعنى وأنه يقع نجملو وهذا تقولوا للناخبين قبل الانتخابات. اي طبعا يعني فهمتي تقول الجبهه الشعبيه كان ما جابتش كذا راهو الاصوات اصواتك اللي باش تعطيهم لنا يا ناخب وما يجيبوش نايب راهو باش يمشيو يعطيونا نايب بالضروره راهو باش يعطيهم لهذا ولا لهذا. واللي عنده يكون حاصل اكثر هو اللي يعطي الاقل هو اللي يعطي للي عنده الحاصل اكثر. أيوه. هذه مخالعه معناها نتاع انه الاصوات باش تمشي ما عندهاش نايب يمثلها مخالعه. واللي يقولوا نعطيو حلول نحن نعطيو حلول باش صوت الناخب بالفعل يكون عزيز يكون ثمين ويعطينا تمثيلية حقيقية في مجلس النواب الشعب. فيما يتعلق بالأموال أيوه وين الفلوس؟ فيما يتعلق بالأموال بالنسبة لنحن نرجعوا الحكاية ماشي متعلقة بالوطنيين الديمقراطيين ولا بالحزب الفلاني رجع ولا ما رجعش. المسألة متعلقة أولا مسألة مبدئية تتعلق بإهدار المال العام. إذا أنت حطيت آلية من هذه القبيل فانك فتحت بنك بلاش نسبة فايدة وإجا خوذ اش تحب لم 4 من الناس و7 من الناس وإذا خوذ اش تحب. بالنسبة لآليات فما ردع سامحني عاد بشي عاد يا أخي بنوك ناس ماخذة مليار دوات وبالنسبة لمجلة كاملة نتاع الالتزامات والعقود وما نجمتش ترجعهم خليها 4 ملايين و5 ملايين ولا 10 ملايين اللي تعطات القائمة من القوانين المستقلة. معناها ما نحكيوش على أمور وكأنما ليش في تونس. هذه من ناحية. فيما يتعلق بحزب نحن واللي نحكيه على أنه 120 مليون يلزم في تونس كاملة كل قائمة فيها رمويان تاع 7-8 السبعة وثمانية اللي اشتحتنا اشترحنا نحن واللي موجود توا في مشروع الفصل أنه يتقدم يتعطى تمويل مسبق اللي هو لموتي اشتر ومن بعد اذا تجيب اكثر من 3% تتحصل على النصف الثاني مش ما يتحصلش على حد شيء مش ما يتحصلش على حد شيء من التمويل داكورد ولا دونك باش نشوفوا هذا موقف جديد لانه التعديل اللي مقدمو اسمح لي التعديل اللي مقدمو موجود نجم نخلصو طبعا انت مقدمو بالغاء التمويل العمومي مقدمو تعديل باش نتفاوضوا مش كيفك انت تقول لا لا انا مبدئي انا مبدئي لا لا انا مش مبدئي لا مش مبدئي نوريك اللي انت مش مبدئي مش مبدئي. بالنسبه ل 120 مليون هذه اللي شفناها كبيرة توا معناها عملناها حاجة كبيرة يلزم الحزب الكل يلمدها. عندك في كل قائمة تقريبا 7-8 نواب مترشحين تقريبا التمويل باش تعطاه كيما المرة اللي فاتت في قرابة 3700-3500 معناها كل مترشح باش يجيب مساهمة نتاعو أولية تقريبا 400-500 دينار داكوردو. هذه الناس باش ترشح بشكون في امتلاك ممثل الشعب ما تعملش أضعف المساهمة ما تعملش عمل نضالي عمل اللي تعاون به بالفعل إمكانية معناها الدولة وما ذلك هذا. ثم بالنسبة لي أنا شفنا معناها في التمويلات توا كما يقول فما مقولة مهمة تحت شعار حرية العمل جرى نهب الشغيلة وتحت شعار حرية التجارة جرت أبشع حروب النهب. هذا توا سيئين معناها الحكاية ذي ربطتها لنا بالزول معناها الحزاب الزول المساكن هذوما ما نجموش يا سيدي. نحن هم الحزب المساكن ووقت اللي مشينا للانتخابات 23 أكتوبر ما فوتناش 120 مليون
اما اسال الحزب اللي صرف 9 مليار دولار مش في الحمله الانتخابيه. سامع يعني صح ما عادش تحكي مالها حسب الحمله الانتخابيه. لا ما عادش تحكي على الزوايا ولا نحن بالزور لا لا بالزور لا لا انتم عندكم رؤوس اموال تعطيكم وعندكم شكون يعطيكم على رؤوس نحن ما فدناش بالتحيه النظام السابق سامحني يقول تدين النظام السابق قاعد تقصير في بقيه الاحزاب ونعطيك بالامثله في البلاطو هذايا اللي قلت لي داش تونس سيفوز بالانتخابات وهذاك اللي تبني به في الاستراتيجيه تاعك القانون الانتخابي وتصنع في قانون انتخابي باش هذاك يصير. شوف حكاية احزاب الزوال هذيا اللي تحكي عليها ما عادش تحكي عليها انت، انا اولى منك باش نحكي عليها. انا ما سرقتش من العام. اثنين بالنسبه لنحنا اللي يقولوه نحشتنا بقانون انتخابي يعطينا مشهد سياسي مستقر، ما نحشناش بقانون انتخابي مفصل على مصلحتي الحزبيه الضيقه. نحن نريد ان نمضي في تحالفات ديمقراطيه وائتلافات ديمقراطيه واسعه. ما حشناش لكن تحب ترسم سامحني صح نتيجه مش كما ما نتيجه 20 اكتوبر قبل ما تبدا الانتخابات. مش هذا مش هذا مش هذا مش هذا. بالنسبه للقانون الانتخابي شنو هي وظيفته؟ وظيفته انه باش يعطي الحقوق والحريات المتعلقه بالمساله الانتخابيه. داكورد ولا؟ لكن كذلك وظيفته القانون الانتخابي وانه يعطيك صوره على المشهد السياسي القادم.